لا، النادي الإفريقي حالة وجودية، ماهيش فريق رياضي. حتى الشامبيونات كي خذيتها بالتكرفيس. لا مش بالتكرفيس. السورية اللي هبطت بها حبيب المجري ولطفي رويسي ربما هذيك عملت 70% من الأزمة تاع النادي الإفريقي اللي مكتوب عليها 90 اللي ذكروا الناس اليوم في موسم التسعينات. يمكن كان من الأحسن كونه يلبسوها بعد ما ربما يهز الفريق 4 أكتوبر 1920 شو يقول لك عملت العام تو على الكروازي ونادي الإفريقي عمل 89 سنة في تاريخه. عيد ميلاده مع عيد ميلاد تاع الكروازي نتاعي. قال لي احسن فيرتوار بالنسبه للنادي الافريقي صار ونسيت معناتها مع عيد ميلاده اليوم. في بالش ولا؟ عيد ميلاد شكون؟ عيد ميلاد النادي الافريقي. عيد ميلاد فيرت الاخي. تتك هي كما يحكوا فيها معنا ريان دو سونتروا ولا شنو هذيك. احنا باش نكذبوا معنا صحيح يدخلوا هما فافوري علينا باش يهزوا الكوب. احنا ما نعرفش نلعبوا بكل حظوظنا وان شاء الله الكوب باش تكون من نصيبنا ان شاء الله. الدخله هذه معناها باش نعملوا نحن كوليغرافي بالوراق تيامو معناها يعني النادي الافريقي معناها الجمهور نتاعنا حتى واحد ما يشك في قيمه معناها ما قيد كيف نفسر عواز كل ماتش نيل معاه ماتش نيل ماتش نيل ثلاثة بلاش وخذوا تربي البطولة ما فماش. أيوة ده ربنا له حاجات يا جدع. لغلطت معاكم لغلطت معاكم يا ناس بكيت عيوني قدر من مر لرررررم لحال يدوم يا ولاد اليوم لا يفيد اللوم بكيني خير لا يفيد اللوم بكاني خير لخو على لخو في الليل مخه.